عز وجل عالم مطلع علينا جميعا. والله ما صاحب القرآن إنسان بصدق إلا ورأى الخير في الدنيا قبل الآخرة. والله أن يصاحبه على أنه كلام الله، أن يحترمه احترام منزله سبحانه وتعالى، أن يجله إجلالا عظيما فينعكس هذا الإجلال بأن الله عز وجل يجعلك الناس تجلك والناس تحترمك لأنك أنت احترمت كتاب الله عز وجل واحترمت كلامه، احترمته بالتلاوة الصحيحة واحترمته باحترام المصحف الشريف، لم تضع المصحف في مكان لا يليق، لم تمد رجليك إلى مكان والمصحف أمامك وكأنه جريدة أو مجلة أو كتاب. حتى الجريدة والمجلة أليس فيها أسماء الله الحسنى؟ أليس فيها آيات من كتاب الله؟ أليس فيها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب القرآن على أنه كلام خالق الأكوان، صاحبوه محبة، صاحبوه احتراما، صاحبوه تلاوة، صاحبوه تأملا. المولى عز وجل كم وكم عرض علينا من مشاهد القيامة في جزء عمه وتبارك، هذا ليس عبث، هذا ليس فيلم خيالي، هذا شيء سيقع. والله سيقع. كل ما نسمع القارعة، أنت تتصورون شيء لما يقرع؟ كيف لو سمع أحدنا انفجارا قويا أو جرسا من الأجراس الكبيرة يقرع أو صوت شديد؟ القارعة. فلما يقول خالق الأكوان القارعة ليست كقارعة سمعناها في الدنيا. الشاهد أن مشاهد القيامة التي نقرأها يجب أن نقرأها على أنها حقائق. وإذا القبور بعثرت، نعم ستبعثر القبور، هذا قطعا وجزما. وإذا السماء والسماء ذات البروج واليوم الموعود، موعود قطعا، موعود يعني له وقت مؤقت، أقتت يعني لها وقت معين ومحدد، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. هناك يوم سيأتي، والله سيأتي، اسمه يوم الفصل، سنكون فيه جميعا وسيفصل الله بين الخلائق أجمعين. هناك يوم اسمه وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة. معناها كل من أظله هذا اليوم الذي سيأتي قطعا وجزما يوم القيامة في موقف من مواقف ومشاهد القيامة، لحظة ويوم اسمه سماه القرآن يوم الحسرة، كلنا سنتحسر، كلنا بأجمعنا. أما الكافر فسيتحسر أنه لم يكن مؤمنا، وأما المنافق فسيتحسر على نفاقه، وأما المسلم العاصي فسيتحسر على معصيته وإصراره عليها وسعيه في الفساد في الأرض، وأما المسلم المطيع، مسلم ومطيع شو بدك أحسن من هيك، مع ذلك سيتحسر ويقول يا ليتني ازددت. ليس دائما، هذا موقف يوم الحسر. أنذرهم، وربي قال للنبي أنذرهم، يعني حتى ما أحد يقول بكرة والله ما كان عندي علم ما دريت، لا أدري، ربنا قال أنذرهم، يعني يا محمد أنذرهم يوم الحسرة. إذ قضي الأمر، يعني شو ما قضي الأمر؟ ما عاد في مجال أن نصحح. لذلك ربنا يقول لنا يوم القيامة أولم نعمركم، يعني نجعل لكم أعمار طويلة، ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. ماذا سنقول؟ ما عندنا جواب. فلذلك يا أخواني، هذه نصيحتي، أقبلوا على الأمر الذي لا تختلف عليه الأمة، كلام الله وكلام رسوله. عليكم بهذين اللذين نصحنا رسول الله أن نتمسك بهما، بقوله تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ولن هذه للنفي، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فصاحب القرآن يا أخواني وصاحب أحاديث رسول الله، اقرأوها بعناية، اقرأوا الآيات بعناية، لا يكن همكم كما قال آخر السورة. إذا كان هذا همك ذهنك انصرف عن المعاني التي أودعها الله عز وجل. القرآن يكون أنيسا للعبد في القبر، ويكون مؤنسا له في وحشته، ولكم أن تتصوروا وحشة الإنسان في قبره، خاصة في اللحظات الأولى وخاصة في الأيام الأولى، فيأتيه على أحلى هيئة ويكلم على هيئة إنسان، حسن الصورة، حسن الرائحة، لطيف الكلام، فيقول له المؤمن المرعوب في القبر، يقول له بأبي أنت وأمي من أنت؟ فيقول أنا القرآن الذي كنت تسهر في ليلك وتظمئ في نهارك، ويؤنسه ويقول له سأذهب وأعود لن أطيل، ويذهب فيأتيه بفراش من الجنة، ويأتيه
غطاء من الجنة ويقول له هل استوحشت بعدي؟ يعني لما غبت عنك شوي ورجعت هل استوحشت؟ انظروا انظروا إلى هذا الدلال. فلذلك تعالوا جميعا، لسه عندنا وقت، معنا ما زلنا أحياء، ما زلنا في نستطيع أن نعدل. من كان منا في الماضي غلطان فليستغفر الله، وأنا أول واحد أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويسترنا في الدنيا والآخرة. لكن تعالوا نصحح مسيرتنا مع كتاب الله عز وجل وصحبتنا له، وعسى أن يكون إن شاء الله معنا في كل المراحل، في القبر وما بعد القبر وعند الميزان 30 آية تدافع عن صاحبها يوم القيامة، عن صاحبها يوم القيامة. كذلك تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، العرب تقول غياية وتقول غمامة، أيضا يحاجان عن صاحبهما. فكيف القرآن الكريم كله؟ اللهم لك الحمد والشكر، نعم ما بعد